المورينجا هي واحدة من النباتات التي يطلق عليها بنفع لكل شيء. لماذا؟ لهذا السبب، فلدينا مجموعات كيميائية طبيعية فعالة في كل تقريبا الاتجاهات، لدينا المواد عديدة التسكر، وهذه المواد تطلق لنا ما يعرف بالمواد المخاطية التي لها دور في تحفيز جهاز المناعة وتزويد الجسم بالطاقة، ولدينا الفينولات المضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، لدينا مجموعة ما يعرف بالمواد الصفراء وهي المواد المحفزة للدورة الدموية ومضادة للالتهابات وأيضا مضرة للبول، لدينا مواد تسمى التربينويدز، وهذه مواد مضادة للالتهابات بدرجات حسب درجة طبيعة التركيبة الكيميائية لها، أي بعدد الذرات الموجود بها، والمورينجا تصل إلى درجة أنها مضادة للالتهابات من متوسط إلى شديد، وهذا شيء جميل. كل هذا موجود في المورينجا، ولم نتحدث بعد عن المعادن والفيتامينات. وكل نبات في هذه الدنيا يحتوي على معادن وفيتامينات. المورينجا بالإضافة لهذا الجمال في التركيبة ما بين المواد العديدة التسكر والفينولات والتربينوز وإلى آخره والمواد الصفراء، لدينا مجموعة متعددة أيضا في المعادن، وسبحان الله نجدها مجموعات، بمعنى نجد مثلا الكالسيوم والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم، هذول مجموعة نعتبرهم، نجد الحديد ونجد الفوليت ومعهم فيتامين سي كمجموعة، ونجد أيضا الفيتامين ألف والفيتامين هاء اللي هو الفيتامين إي، وأيضا الفيتامين كي كمجموعة، ونجد أيضا عدد من مجموعة الفيتامين باء، وأخص بالذكر بستة على وجه الخصوص. إذن لم يأتي من فراغ كلمة بنفع لكل شيء.